تلفن لزياد وقال لي انه ربح تذكرتين سفر. لما عرفت السفرة لوين دغري قبلت. شوف اطول برج بالعالم والنافورة الراقصة. دغري جبت الباسبور وعطيته لزياد ليعمل الفيز. رانيا رح يغطها قلبها لما عرفت انه رح نسافر هناك، خصوصا انه هلا في مهرجان التسوق واكيد كل الموز رح تكون عاملة ديسكاونتس ما بتفهم. حاولت كتير اهرب من رانيا بس ما قدرت. جبت الورقة فيها كل شيء ممكن تتخيله، بديانا اشتري لها اياهم كلهم. قلت ما الي الا اعطيها التيكت تبعولي وتعمل يلي بدي اياه. شو المدينة اللي رح يسافروا عليها زياد ورانيا؟